أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكل السادة المتصلين والمشاهدين، وأهلا ومرحبا بكل السيدات المتصلات والمشاهدات، وأرقامنا موجودة أسفل الشاشة. ومعنا الأخ يوسف من مدينة سور الغزلان، مرحبا بك. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لباس الحمد لله، لباس بخير في عافية. الحمد لله، صح عيدكم. إن صح عيدكم وتقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم وكل حياتكم وأنتم وكل سكان سور الغزلان وديرة وبرج خريس والمزدور وغيرها بخير وعافية. أمين. الله يسلمك شيخ، بارك الله فيك. الله يبارك فيك، ومرحبا بأخي يوسف، مرحبا. الله يسلمك. أمين. شيخ، عندي من الأول شفت زوجتي هي توفيت. أنا متزوج، عندي 10 أشهر، وأنا عندي مزيوج جديد. الله يبارك. عندك ولد؟ الله يبارك فيك. ها؟ عندك طفل؟ عندي طفل، إيه. عندي 41 يوم. الله يبارك، ما شاء الله، والحمد لله. فمشيت زوجتي توفيت، وقعدت نبكي نبكي هكذا نبكي، حتى انقفطان لقيت صدري يوجع. وزوجتك راهي لاباس عليها؟ كانت مريضة، دوك راهي تحسنت. لأن الرؤية أظهرت أنها كانت مهمومة وكانت مقلقة، صح ولا لا؟ إيه، كانت مقلقة، صح. إذا شحال في عمرك خويا يوسف الله يبارك؟ 28 سنة. راك خدام لاباس؟ خدام لاباس الحمد لله، عند الدولة خدام. الله يبارك. خويا يوسف، ابقى معنا وستسمع الجواب. عندي تفسير واحده اخرى. نعم، مرحبا مرحبا. موراها شفت مفتاح طاح لي في الحوش، وقعدت نحوس عليه ما لقيتوش. وما لقيتوش؟ ها؟ ايه، حوست عليه. ماني شافي، لا لقيته ولا ما لقيتوش، هذاك ماني شافي. المهم على بالي بلي طاح لي في الارض، ومن بعد يعني ماكش متاكد من وجوده او من عدمه، يعني. واغلب ظن واغلب ظنك وجدته ولا لا؟ اغلب ظني وجدته. لقيته؟ ايه. هاي خلاص، هذا يفرحنا ومليح. ايه، الله يبارك. وانت في الخدمه راك لاباس عليك؟ خدمه لاباس الحمد لله. الله يبارك. عندي امنيه ان تتحقق ان شاء الله. ماركش في الامن ولا الجيش ولا؟ لا لا، مانيش يعني في البلدية خدام، عامل. الله يبارك، ما شاء الله. الله يبارك. خدام رجال سيدهم، الله يبارك فيك. الله يسلمك، تعيش الشيخ. آمين. الله يبارك فيك، سلمنا على سكان سور الغزلان وعمال البلدية، سلم عليهم. يبلغ إن شاء الله. وابقى معنا وستسمع الجواب، ومرحبا بك، مرحبا. الله يسلمك. الله يبارك فيك. خيرا تلقاه وشرا تتوقاه. أخي يوسف من دائرة سور الغزلان ولاية البويرة على آله السلام، رأيت زوجتك المحترمة أنها ماتت. الرؤية أظهرت وبينت في بعض رموزها أنها مرت فيما مضى بمراحل متعبة وقلاقل وحالة نفسية متعبة، ولكن ما دمت رأيتها أنها توفيت وماتت والتحقت بالرفيق الأعلى، هذا يدل على أنها ستتعافى وستشفى وستخرج من هذه الأزمة وهذه المتاعب والقلاقل منتصرة، وسيفرج الله تبارك وتعالى عنها. فبشرها وقل لها تكثر من الاستغفار والدعاء
وأنصحك يا أخي يوسف أنك تخرج صدقة ولو تشري خبزات ثلاثة وتمدهم كش قريبة فقيرة أو جارة فقيرة أو زوجتك تخبز تدير ثلث مطلوعات ولا أربعة وتفرقهم على الذراري تاع الحومة ثم عندها أجر وعندكم أجر عند الله عز وجل. أما المفتاح الذي ضاع منك في الحوش ثم وجدته هذا يدل على أن الله سيقضي لك أشياء متوقفة وسيحقق لك بعض الأماني وستفرح وتبشر بالخير، فأنصحك بكثرة الاستغفار والدعاء وخرج الصدقة اللي قلت لك عليها وربي راح يريح لك زوجتك وراح يقضي لك أشياء راهي متوقفة وستفرح وتبشر بإذن الله والله أعلم. أهلا بالشيخ حمزة. أهلا. ألو، عيدكم مبارك شيخ. نعم وإياكم وتقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم ولكل سكان عنابة وعلى رأسهم الأخت آمال بن هيبة وهذه امرأة صالحة عندكم في عنابة. نعرفها نعرفها. ومرحبا. إنسانة صالحة صح بالضبط. الشيخ أنا شفت في المنام بعد صلاة الفجر شفت واحدة دجاجة بيضة منيح طلعت لي هنا فوق كتافي طلعت لي فوق كتافي وما على باليش أنا وكأن مثل النسر ولا ما على باليش محطوط هنا وباليش كان بعد تشقت سنة وجاشت هذاك اللي هي يوم القيامة قال الله الغني المغني وتحركت الأرض هكذا ما وهذيك الدجاجة قاعدة هنا فوق مني بعد محطوطة فوق مني فوق كتفك فوق كتفي هذه دجاجة بيضاء. هذا الرؤية يقول لي أخي حمزة متى كانت في الليل في الليل ولا في النهار ولا في القيلولة ولا والله لا لا في صلاة الفجر يعني قبيل صلاة الفجر نعم الوقت هذاك. وشحال في عمرك سي حمزة؟ في عمري 25 سنة أنا. راك عازب؟ لا عازب عازب. ما عندكش كاش مرة حابة تزوج بك كاش مرة هي راهي تطلب فيك؟ والله ما طول الإسلام ما كان حتى امرأة من قرابة تخدم معك جارتك راهي هي حابة راهي تطلب فيك الزواج كاين ولا ما كانش؟ والله سمعتك. نعم؟ والله ما سمعتك أنا. قلت لك ما كاش مرة عندكم يعني سواء من القرابة أو الجيران أو في العمل حبتك للزواج هي راهي طلبتك للزواج كاين ولا ما كانش؟ كاين لأن الرؤية ظهرت بلي كاين مرأة راهي حابة معناها تحكم وتزوج معك صح ولا لا؟ وما بليش أنا هكذا وشفت الحوت هكاك شو الحوت مليح حوت السردين بكثرك مشوي مليح وهل المرأة اللي حابة تزوج بك تصلي ولا ما تصليش؟ كيفاش؟ هل المرأة اللي راهي حابة ترتبط بك على الزواج متدينة ولا لا؟ الله أعلم. تصلي ما تصلي؟ تصلي وانت تصلي لا بس أصلي الحمد لله. الحمد لله. إذن أخي حمزة أبقى معنا وستسمع الجواب ومرحبا بك. شكرا جزيلا ربي يحفظك يا شيخ. وإياكم تحية لك ولكل العالمين. داكور ميرسي ربي يحفظك. الله يسلمك أمين 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 يا رب. خيرا تلقاه وشرا تتوقاه. أخي حمزة من عنابة له رؤيتان أو له رؤية عفوا رؤية المرأة هذه التي حدثتنا عنها أو الدجاجة التي حدثتنا عنها أنها في كتفك وأنها بيضاء هي امرأة وقد سألتك وأكدت لذلك هي امرأة تريد الارتباط بك أعجبتها لأخلاقك ولطيبتك ولمعاملتك الطيبة فموشعي بالمرأة تطلب الرجل وقد ثبت هذا حتى في القرآن وامرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة. إذن في الإسلام هذا جائز ما دام شافتك إنسان صالح وتصلح أن تكون زوجها وأبو أولادها وتبني معك أسرة. إذا كانت هذه المرأة مصلية وتخاف الله عز وجل ومتحجبة
فانصحك روح شري بطه حلوه من عند المخبزه وروح دي معك امام وشاهدين ودي معك الاهل تاعك وخطبها وعقد عليها وربي يبارك لك ان شاء الله. هذه واحده. الحاجه الثانيه الحوت في الرؤيه الثانيه لقيته بزاف، هذاك يدل باللي الحوت المنام يدل على الرزق ويدل على الراحة والشفاء، وكلما كان كثيرا كلما كان أجمل وأفضل وأحسن تعبيرا. إذا أنت شفت حوت كبير حوت بزاف معناه هذا دليل باللي راح ترتاح وربي راح يفتح عليك وسترزق بإذن الله. وراك 25 سنة في عمرك الله، أو 28 سنة أو 25 سنة الله يبارك، يعني راك ربع قرن. هذا هو الوقت الذي ينبغي أن تبني فيه الأسرة حتى يكبر معك أولادك، وأسأل الله أن يوفقك وأن يجمعك بهذه المرأة الصالحة فيما يرضي الله عز وجل، والله أعلم. أهلا بأختي فايزة من قسنطينة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ الله آمين. أختي فائزة تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم وصح عيدك وعيد أسرتك وكل سكان قسنطينة. الله يبارك فيك. شكرا. وإياك ومرحبا بأختي فائزة، مرحبا. الله يبارك فيك يا عيسى. آمين يا رب وإياك. آمين. في عندي رؤية فقط. مرحبا مرحبا. الله يسلمك. الله آمين. يبارك. آمين. صليت صلاة عندي يعني شهر، يعني من قبل رمضان هذا الرؤية. صليت صلاة الفجر لما صليت الفجر ونمتي. نعم. ايه وبعدين؟ ايه. انا اعرف لما انام نشوف روحي كلي فتحت النافذة كلي الشمس شرقت من الغرب. وكأننا في الصحراء. ايه. شرقت من الغرب وانا في ذلك الوقت أسبح وأكبر وأهلل سبحان الله والحمد لله. وبعدين وش قلت؟ قلت سبحان الله شرقت الشمس من الغرب علامات يوم القيامة الصغرى، الآن ربي ما يتقبلش توبة حتى واحد. ثم بعد ذلك قلت ورغم هذا سأبقى وأسبح وأكبر وأهلل. ما شاء الله ما شاء الله. كنت نسبح ونكبر ونهلل. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا حارف. يا فايزة وش حال في عمرك يا فايزة؟ وش حال في عمرك؟ 50 سنة. نعم. ايه عندك أبناء؟ لست متزوجة. يعني سبحان الله العظيم ربي يبارك لك في حياتك وتظهري أنك أقل بذلك منك بكثير. شكرا بارك الله فيك. الله يبارك فيك، الله يعطيك العافية، وفعل اسم على مسمى. قولي لأختي فايزة، هل تقرأين عن أهوال القيامة؟ هل تطالعين الكتب؟ هل تدخلين الأنترنت وراكي تبحثي؟ صح؟ نعم صح. إذن لك اهتمام بدراسة أهوال القيامة هكذا؟ نعم نعم. إذن أختي فايزة من قسنطينة أبقي معنا وستسمع الجواب، ومرحبا بأختي فائزة، مرحبا بك. جزاك الله خيرا وشكرا وحمدك الله شيخنا الكريم. وإياك، الله يبارك فيك، الله يعطيك العافية. أمين. خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه، وخيرا لنا وشرا لأعدائنا، والحمد لله رب العالمين. رؤيتك للشمس خرجت معناها من المغرب وقلت هذه من أسرة الساعة الصغرى، لا، خروج الشمس من هذا المكان هو من أسرار الساعة الكبرى العشر، فهناك ما يفوق 80 علامة من علامات الساعة الصغرى، لكن الساعة الكبرى علاماتها 10 موجودة في القرآن والسنة، وخروج الشمس أو طلوع الشمس من مغربها لدليل واضح على القيامة قد قامت، وحينها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه آية قرآنية. والتوبة في هذه الحالة أو عند الغرغرة عند سكرات الموت لا تنفع ولا جدوى منها ولا قيمة لها. من أراد أن يتوب فليتوب في الرخاء
فليتبو وهو في اتساع، لا عندما يرى ملك الموت أو يرى الساعة أقيمت حينها يقول لك أنا خلاص نتوب، لا تنفع التوبة حينها. إذن هذا الشطر هذا راه حديث نفس، لأنك مهتمة بأشراط الساعة الصغرى والكبرى وأهوال يوم القيامة، فهذا دليل على اهتمامك بهذا الموضوع في النهار ترينه في الليل، وهذا ما يعبر بحديث النفس. معنى حديث نفس لا تأويل له ولا تفسير له ولا شيء من ذلك. إذن أقول لك أختي فائزة، الرؤية تبين أنك إنسانة صالحة وأنك إنسانة ملتزمة وطيبة والحمد لله، وفيها الشطر هو حديث نفس وهو ما يتحدث عن أشراط الساعة، وأسأل الله أن يفتح عليك عاجلة لآجلة، والله أعلم. أهلا سيد طيب، مرحبا. مرحبا، مساء الخير شيخ. مساء النور سيد طيب، كيف حالكم؟ لا بأس، بخير والله. نص الحمد لله ونشكره. إذن تحية لك ولكل العاصميين وصحائدكم، الله يسجيك وتقبل الله منا ومنكم جميع النهار كلهم لي معك. الله يبارك فيك، ومرحبا بأخي طيب، مرحبا. يا شيخ انا عندي بابا متوفي ربي يرحمه، عنده مدته حتى 5 سنوات. الله يرحمه ويوسع عليه يا رب. وانا من قلمة وعايش هنا في الجزائر، نخدم هنا في الجزائر، عندي مؤسسة هنا في ارجي، ونسكن هنا في ارجي، وشني نعبط على زال الوالدين كل شهر نطلع ليه. اكيد الله يبارك فيك، الله يعطيك العافية. وهو جامي جا عندي لنا الدرار يا الارجي، جامي طلع الجزائر على كل حال. قبل رمضان عندي قهوة، أنا مال فرنسا قهوة فيها، والخدام هذاك سما يعرفني مال في خدام عندي. كي طلعت نلقى قال لي عندي 5 أيام ونص ولا نحوس عليه، قلت له غير الخير. قال لي ودي قال لي شفتك في المنام في الليل، قال لي شوفي واحد الشيخ قال لي لابس قندورة قميص أبيض ما شاء الله، قال لي جبري واللحية بيضاء، قال لي وراكب السيارة نتاعك الكات كات، قال لي وطالع حابط طالع حابط قدام قهوة، قال لي طوموبيل عرفتها. قال لي من بعد قلت جماعة قلت لهم شوفوا السيد هذا ما شاء الله كذا وجهه ناير والدنيا الشيخ هذا، المصباح هو يطلع ويهبط على القهوة. قال لي قالوا لي جماعة باللي هذا وبابات فلان بابات الطيب. قال لي من بعد هبط هضر معايا سلم عليه الدنيا، قال لي تعرف الطيب ولا؟ قلت له ايه. قال له بصح مازال ما جاش. قال له ما انا خلي الكوصايا نهار يجيك كي يجي طيب قول له راه قال لك باباك، سلم لي وقول له قال لك باباك روح للحج ودي معك مسعود، قول له راه خلى الكوصايا قال له قول له روح للحج ودي معك مسعود. وانا مسعود هذا ما نعرفوش، كان واحد حبيب الشيخ كان امام حبيبه هذيك في البلاد وتوفى ذلك من وراه على كل حال ربي يرحمه. وهذا ما كان ما نعرفش مسعود هذا ولا شيء. واسمه هذا الامام اللي مات، واسمه مسعود بعد الشيخ مسعود، يعني ايضا هو ما ميت. توفى في وراء الشيخ انسان حاجه وكل شيء، وجميع كان حبيب الشيخ تمام ما يخطيهش يعني وجاره وكل شيء كان دائما معه. قال له خلي القصايا قول له يروح للحج ويدي معه مسعود. وهذا مسعود هذا حج بيت ربي راح. راح للحج هو الشيخ. وباباك راح ولا ما راحش؟ راح وزيد راح وخالتي جابوا عليه حجة عمرة وحجة العزوز. وانت رحت لما رحت؟ انا مازال اني متمنيها ومازال ما رحت. الله يفتح عليك يا رب، الله يفتح عليك. اني متمنيها، اني عدنا محيط سمع الاخبار واني جري وجدت باسبور ومتمنيها ان شاء الله ربي يسهل لنا. خويا طيب شحال في عمر خويا طيب؟ في عمر بك 50 سنة. الله يبارك ما شاء ما شاء. عندك اولاد؟ عندي زوج. الله يفتح الله يفتح عليك والله الله يخليك من بعضكم بعض. امين خويا طيب. اخويا ابقى معنا وستسمع الجواب، ومرحبا باخي طيب للمره الالف، مرحبا. الله يحفظك الله. امين الله يفتح عليك، الله يعطيك العافيه. خيرا تلقاه وشرا تتوقاه. هذه الرؤيا ان صحت وصدقت اخي طيب تبين أنك فعلا وحقا إنسان طيب، اسم على مسمى، ووالدك رحمة الله عليه في نعيم برزخي وفي وضعية جيدة في قبره،
وهو يتنعم، وهذا يدل على أنه راض عنك وقد منحك دعوة الخير والرضا. فأبشر يا أخي طيب، أبشر بأن الوالد مات وعنك راض، وحاول ما استطعت جاهدا أن تخدم الوالدة، هكذا تكون قد أطعت والديك وعبدت ربك، هكذا تكون قد نجوت نفسك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فباباك راه عطيك دعوة الخير وراه راضي عليك وراه في وضعية جيدة، وأكثر له من الاستغفار، قل اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم وسع قبره. ولما تكون في حالة جيدة ماذا بيا تدير عليه صدقة جارية، ونهار تحب تدير عليه صدقة جارية إن شاء الله أتصل وسأنصحك بما تفعله للوالد حتى يبقى الأجر يخدم عليه معناها لقرون وقرون وقرون، هكذا. ونسأل الله عز وجل أن يلاقيك بوالدك في الفردوس الأعلى بعد طول عمر بإذن الله عز وجل، والرؤية جيدة والله أعلم. كذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا في الدارين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا للجميع.